شريف على دور في هذا التوقيت ليثبت للعالم أجمع أننا كمصريين وحدة واحدة عند الشدائد. لن نهاب العدو ورفائتنا، هنقف صمدين، مش هنخاف من حد. هنطلع يوم 10 و11 و12 نقول للعالم كله احنا ورا عبد الفتاح السيسي. حيوا معايا رئيس عبد الفتاح السيسي. نحن هنا اليوم لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدورة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لمصر الجديدة والحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي وتنفيذ رؤية مصر 2030 من حياة كريمة والمستقبل الزراعي والصناعي وبنية تحتية جاذبة للاستثمار من أجل الصناعات الجديدة وتشغيل الشباب. مثلا الاستقرار اللي احنا عايشين فيه وسط التحديات، احنا عشنا قبل 30/6 وكنا كلنا خايفين على اموالنا وعلى ارواحنا وعلى اولادنا وعلى بيوتنا، وشفنا دلوقتي الوضع ازاي والتغيير ازاي. ده استقرار داخلي. لو اتكلمنا عن الاستقرار الخارجي وشفنا التحديات اللي بتواجه البلد من جميع الجوانب، ودينا دلوقتي عايشين في مشكله القضيه الفلسطينيه وشايفين الرئيس بتاعنا بيتحدى الموقف ازاي، واقف قدام الدنيا كلها ازاي. ده عنصر لوحده تخلينا نقول للرئيس لا كمل واحنا عايزينك.